لكن سيد أبو نضال، اليوم عندما يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن إرسال هذه الطائرات التي تزن 250 رطلا من الذخائر لردع إيران، وهنا الحقيقة يعني تسليط الضوء والتركيز على كلمة ردع أو مصطلح ردع إيران، برأيك هل تحت هذا الضغط أو التهديد العسكري يمكن أن ترتدع إيران عن طريق كف يد ميليشياتها في هذه المنطقة عن مواجهة المصالح الأمريكية أو الإضرار بمصالح أمريكا؟ إذا كان النظام الإيراني لديه من يتعقل ويقرأ الأحداث الماضية عليه أن يتراجع ويكف شره العالم. حقيقة النظام الإيراني علمنا، يعني النظام الإيراني علمنا دائما يعمل ب يعني توجهين، إعلاميا يدعي شيء وعمليا يعمل شيء. لحد الآن نحن لم نرى يعني والعالم لم يرى شيء بشكل ملموس من قبل النظام الإيراني حتى تكون هناك. أنا أتصور وأعود وأكرر أن النظام الإيراني لا تفيده لا المفاوضات ولا الدبلوماسية. النظام الإيراني لا يردعه إلا القوة، وأتصور التحضيرات الأمريكية والغربية وحتى إسرائيل كيان إسرائيلي أتصور لمواجهة قادمة لضرب إيران، ولا أتصور هذا السلاح الاستراتيجي أتت به الولايات المتحدة بكل هذه الأموال التي تصرف من أجل نقل هذه المعدات فقط لضرب مواقع في سوريا، بل من الممكن استخدامها داخل صواريخ ما تسمى إيران للمراكز الحساسة، وخاصة منها الصاروخية والطائرات، وهي حقيقة قنابل موقوتة، ودائما النظام الإيراني يتكابر بهذه الصناعات الإرهابية وسلاحه المدمر. فحقيقة أنا أتصور النظام الإيراني لم يردع بالمفاوضات، ونحن نشاهد يعني خلال أكثر يعني 44 عام النظام الإيراني يتحدث بلغة ويعمل بلغة ثانية، وآخرها ما حصل في بحر عمان للسفينة حاملة النفط الأمريكية وغيرها. وبالتالي سيد أبو نضال، هل إيران اليوم، النظام الإيراني، حرسه الثوري، ميليشياته مستعدة لمواجهة مثل هذه الهجمات إن أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا بالنسبة للنظام الإيراني والحقيقة الميليشيا، كان الحرس ما يسمى الحرس الثوري أو ميليشيات الخارجية والمرتزقة حقيقة الذي أجمعهم حوله، هم اليوم في ضيق شديد بالنسبة للثورة الحاصلة، بالنسبة لرفض الشعوب. يعني نحن عندما نشاهد بالمراحل السابقة في العراق الشقيق، في اليمن، في لبنان، وحتى في أراضي الشعوب غير فارسية وحتى بلاد فارس، الضغوط والهتافات وحرق يعني مغرات لهذا النظام، أصبح يعني كما يقال هؤلاء لم يخسروا شيء، يعني هم جايتهم. فمن الممكن أن يقومون بحرق من أجل أن يعطوا شيء، يقولون نحن ندافع عن كيانهم أو غيره، ولكن أتصور هم سيشربون السم، كاس السم، كما أشربهم صدام حسين والحكومة الوطنية آنذاك بحروبهم. خاصة أنه اليوم أصبحت إيران يعني عبارة عن فطيسة حقيقة كنظام وسلطة، الشعوب ميتة من الجوع. نرى دائما المظاهرات والاحتجاجات العمال والمواطنين، وهذا كل حقيقة دلالة واضحة أن النظام الإيراني من الممكن أن ينتحر، من الممكن أن ينتحر. وهي لا أبتعدها أن النظام الإيراني سيفعل ميليشيات الإرهابية، وهو يعتبر يعني انتحار بالنسبة للنظام الإيراني والميليشيات بشكل عام.